في سببين يمكن انا شخصيا لما الدكتور احمد حسين عرض عليا الموضوع واتكلمنا فيه. السبب الاول ان الريكورد دوت متسجل باسم حد يعني من بلد تانية, حد اسرائيلي, ليه ما يكونش مصري هو صاحب الانجاز دوت. ودي الفكره اللي شجعتني ان انا اخوض في الموضوع بشكل كبير. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه زي ما قال سياده المستشار, النادي 6 اكتوبر يمكن بعيد شويه عن الاضواء او المحيط الرياضي في مصر, فاحنا فكرنا الفكره دي وفكرنا ان يبقى موجود حدث زي دوت عندنا في النادي, كل الناس تبص على نادي 6 اكتوبر اللي هو لانه فعلا يعني يستحق ان الناس تبص عليه. امكانيات, جميع الامكانيات موجوده في النادي, مجلس اداره موفر كل الامكانيات اللي موجوده للرياضه, مش كره القدم بس, كل الالعاب اللي موجوده في النادي وبيدعمها دعم كبير جدا. اتمنى التوفيق لنادي 6 اكتوبر واتمنى التوفيق ان شاء الله للاعب معانا. انا النهارده سعيد فعلا وبدات احس ان احنا خدنا اول خطوة, وبدأت أكتر أحس إن أنا أحسنت الاختيار لما اخترت نادي 6 أكتوبر, لأنه من الواضح الجدية والاحترافية في التعامل, وإن شاء الله مع بعض هنقدر نحقق الهدف الأساسي اللي كان وراء فكرة إني أحترف الكورة في السن ده. إن شاء الله مع بعض هنحقق اللي احنا عايزينه وهنكسر الرقم الحالي ونسجل في موسوعة جينيس. ميعاد الماتشين أنا أجلتهم, هو كان المفروض بنهاية 15/2 يكون موعد المباراتين ويكون المباراة الأخيرة 15/2. أنا أجلت مع جينيس ريكورد عشان تمشي مع جدول نادي 6 اكتوبر, واصبح ميعاد المباراتين 7 مارس المباراه الاولى و14 مارس المباراه الاحتفاليه لا يحضرها محكمين من جينيس ريكوردز. بالنسبه للخطه انا مبدئيا انا مجهز نفسي بس بشكل انفرادي, يعني بشتغل كنت على نفسي من ناحيه انفراديه, اللياقه والمهاره الحاجات دي ناحيه انفراديه. انا هبدا التعامل, اتعرف على فريق 6 اكتوبر ان شاء الله النهارده, وهبدا التعامل مع الكابتن احمد عبد الغني المدير الفني, واعمل بعض اكيد بعض التدريبات مع الفريق عشان نعرف اللعب والطريقه اللي احنا نشتغل بيها مع بعض. اقل شيء انا بالنسبه لنادي 6 اكتوبر ان انا اكمل معاه الموسم, وانا سعيد ان انا موجود معاهم. أنا عمل دعاية كبيرة على المستوى المصري وعلى المستوى العالمي والمستوى العربي لنادي 6 أكتوبر. نادي 6 أكتوبر من أكبر, ثاني أكبر نادي على مستوى جمهورية مصر العربية, وبالتالي يعني هو مفروض ليه الدعاية الكافية أصلا قبل ما التعاقد, ولكن التعاقد مع الكابتن هزدين ادانا زيادة بقى في هذه الدعاية, وتعرف ان في نادي اسمه نادي 6 اكتوبر على مستوى جمهورية مصر العربية. بص, هو خلينا نتفق ان هو القرار يعني احنا خدناه, ولكن احنا لينا بدايل في اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا, لكن احنا عندنا خطة بديلة لده, عندنا حاجات احنا هنشتغل عليها في المباراتين. مش عايز اقول ان انت هتعتبر ان في لاعب 11 لاعب او مطرود منك واحد او مش دي من الناحية الفنية يعني, وانا شايف ان عز مش بهذه الصوره ان هو يبقى خلاص يبقى انت ناقص واحد. لا, هو عنده, احنا اتفرجنا على فيديو ليه, لا بيتحرك وعنده وبيجري ولسه هينزل تمرين. هنعمل له خطه صغيره جدا 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 على اساس ان هو يقدر بس يبقى في تحرك جوه الملعب, وهنشتغل مع باقي الفرقه على ان احنا نحط في اعتقادنا ان هيبقى ناقص عندنا واحد. يعني مش احنا اللي اخترنا, لان انا لو اخترت مش هختار الماتشين دول. يعني انا كمدير فني لو انا اخترت, لو عندي الاختيار ما كنتش هختار المختار, لكن اللي حدد معاه هي الموسوعه عشان هي هتبعد ودي يتفرج على المباراه الثانيه اللي هي فيها هيبقى فيها الاحتفاليه, ولكن هو صادف المباراتين 7 و14 ده ماتش جينيوس وماتش الاتصالات.